جات لنا رسالة على الفيسبوك، واحد من أصدقائنا وحبايبنا، وقال لي تعالي يا غالية اسكندرية عشان أعزمك على أكل السمك. ازي حضرتك؟ انا بتابع حضرتك على طول والله العظيم، انا بتابع حضرتك على طول. فريق العمل الله يخليك يا باشا، ازيك يا مصطفى؟ الله يخليك، شرفت والله. احنا مش عارفين است غالية عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سيد؟ شرفتينا والله العظيم، ربنا شرفتينا. انا بعت لك على الاس ام اس في الفيسبوك، بعت لك رساله اللي انت فيجو، وعازمكم على اكل السمك كمان، فاهمين انت ازاي؟ وعازمكم على اسكندريه كلها وريحه سيد درويش هنا في القهوه، واخده بالك ازاي؟ وعندك انا ربنا يوفقك. انا طباخ حضرتك في سياحه وفنادق. ما شاء الله، ومعايا شهاده خبره بتاعه المعهد. انت اول ما بعت لي رساله على الاس ام اس، طبعا انا لما اي حد بيبعت لي رسائل فلازم البي واجيله، فانا جيت لك على طول. وبعدين شايفه جو حلو وناس بتغني وفنانين والدنيا حلوه، هنا الناس الطيبه كلها حضرتك هنا، فهمت ازاي؟ واحلى ناس تقعدي معاها رمضان هنا، واحلى ناس تقعدي معاها العيد هنا، المنطقه شعبيه بقى. مالكش حد يلوم عليا، بتلوم عليا ازاي يا ستنا وخير بلادنا؟ انا مش بقيتنا. اسمع الصوت، اسمع الصوت، صوت صوت. لحد الوقت معدى بينا، وفي الاخر لقيتنا سيد لسه ما جابش السمك من السوق. ست غاليه. سيد، السلام عليكم. عامله ست غاليه؟ الله يخليك. والله ست غاليه يعني انا مكسوف لحضرتك قوي. ليه؟ انا جبت سمك وفصلت مع الراجل بتاع السمك في السوق، عمر باشا، اهو سمك زي الفول اهو. بصي، سنجاري سنجاري. زي الفول. سنجاريه سنجاريه. الله ينور عليكي. بصي عامل ازاي؟ الراجل ما رضاش يشوي بقى عندنا. انا كان نفسي، انت ما كلمتني قلت لي تعالي انا هعمل لك كلمتك بقى وبتاع، وجت بقى ايه كل تاخيره وفي اخيره. المهم دلوقتي عايزين نعملوا السمك ده عندك في مصر. عينيا الاثنين. يعني انا في الاول، يعني انا النهارده مش هاكل بقى، عزمت السمك راح. ما هنعمل لك ايه؟ ممكن تاخدي السمك كده. لا، على ايه بقى؟ على راي المثل، عملت ايه يا بطه؟ رحتي على جمل ورجعتي يا غالية على قطه. ماشي يا ستي. ماشي، يلا سلام. شكرا يا ليك قوي قوي يا سيد. ان شاء الله استناك عندي في المطبخ تعمل كل اللي انت عاوزه. احلى دوتو مع بعض واحلى شغل مع بعض ان شاء الله، والناس هتتفرج وتتمتع للصبح ان شاء الله. شكرا ليك. وعامه يا عم برضو ملحوقه وهتتساوى ان شاء الله باذن الله. كل احنا جينا من مصر للقاهره عشان عزومه السمك بس زي بعض. الله ملحوقه يا ستي. السلام عليكم. انت ست بلد. شفت بقى يا رز؟ رحنا جينا لحد اسكندريه وفي الاخر طلعت معزومه مراكبيه، بعد ما شربنا السقعه في عظمنا والبرد والرعد والمطر، في الاخر طلعت عزومه مراكبيه. لا، عزومه مراكبيه ايه؟ ده انت جيت من القاهره دي اسكندريه عشان تاكل فول وطعميه. والاخراج يقول لمصطفى نور، يقول لي هناكل فول وطعميه، والانتاج حتى مش راضي ينطق. بقى اخرس في الوقت. يا ريس انا ميزانيتي ما تسمحش، اعمل ايه طب يا جماعه؟ والعزومه طلعت في شبك. عزومه مراكبيه على راي غالي. أعمل يعني فول وطعمية واسمنا في اسكندرية والبحر والسمك اللي عامل زي اللولو، وفي الآخر فول وطعمية بس. يلا زي بعضه، بصلة المحب خروف. وده احنا برضو جينا شفنا حبايبنا ولبينا طلب أي حد يبعت لنا، ده احنا بنروح له حتى لو مش هيأكلنا خالص، حتى لو فول وطعمية أو ماء أو عيش ودقة، زي بعضه. خليها على غني.